بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي كذبان؟ مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. صرف ایک اور ایک دو انداز ہر بار شریف خان کے. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف امام شیخ عبد الرحمن الحذیفی ان کے انداز میں تھوڑا سا سناؤں, اس کے بعد پھر ایک مقام کرما کے اندر جو شیخ ماہر المائکلی ہیں ان کے انداز میں بس دو انداز, پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ ایسا ہی محسوس کریں, آپ جسمانی طور پر یہاں بیٹھے ہیں, آپ روحانی طور پر وہاں, اللہ آپ کو حقیقت میں وہاں پہ بار بار زیادہ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. دوسرا انداز شیخ ماہر المائکلی حفظہ اللہ کے انداز میں جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر مبعوث ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.